الإسلام <سؤال> ويقرأ برواية حفص عن عاصم سن خادم سي من جدو تي 22 جانفي 2006 من جدو داكار، دكار تي دارة بن يوحق الإسلام تسرين براهيم نيان ولا نيان يوركو سن خادم مجرن

أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون "ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، اقرا قول الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم, أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن ما جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا تعالى <applause> فلما أسلم وتله جبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين إن إنهما من عبادنا المرسلين. <سؤال> إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين صدق الله العظيم